هذه الرواية الإمام الصادق يرسم بها برنامج للناس للمؤمنين اللي يريدون يسيرون إلى الله سبحانه وتعالى. هاي الرواية طبعا العرفاء وكبار العلماء يوصون بها، حتى السيد علي القاضي يعني يقول كان ما يقبل طالب عنده إلا مطبق تعاليم هذه الرواية. السيد ابن ميزان من كان بالنجف يقول كان كاتبها هو ينقل عن نفسه ومخليها بجيبه ويقراها بالأسبوع مرتين، لأن هي بها معاني عميقة وتحتاج أيضا تمعن، والإنسان دائما يبقى بهذه التعاليم اللي رسمها الإمام الصادق عليه السلام واللي هي روح الإسلام والشيء اللي الله سبحانه وتعالى يريده منا. الرواية يسمونها رواية عنوان البصري، عنوان البصري هذا عمره تقريبا 95 سنة، فكان يدرس عند أنس بن مالك، فبعدين اجى الإمام اعتذر من عنده، هو هذا شوية تأذى ويعني من شاف الإمام يعني شلون حب الإمام حب شديد، فبعدين راح للروضة الشريفة وتوسل بالله سبحانه وتعالى بقرب النبي صلى الله عليه وآله أن يلطف قلب الإمام الصادق عليه السلام. فيقول راح له الإمام، فيقول فخرج خادم راح بيت الإمام فقال ما حاجتك؟ فقال السلام على الشريف، يعني أسلم على الشريف اللي يقصد به الإمام الصادق عليه السلام. فقال هو قائم في مصلاه، فجلست بحذاء بابه فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال أدخل على بركة الله، فدخلت وسلمت عليه على الإمام الصادق عليه السلام، فرد السلام وقال اجلس غفر الله لك، فجلست فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال أبو من؟ سأل عمان البصري الإمام، قلت أبو عبد الله، قال ثبت الله كنيتك، يعني جعلك حقا عبد لله ومطيع، والشأن العبد هو طاعة السيد، ووفقك يا أبا عبد الله. ما مسألتك؟ فقلت في نفسي لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا. ثم رفع رأسه ثم قال ما مسألتك؟ فقلت سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. طبعاً هذه العلماء يفصلون بهذه القضية، يعني كيف هو العلم نور يقذفه الله في قلب من يحب وما شابه ذلك، فهو العلم هو بالتعلم عالفاً. هنا أكو تقسيمين، العلم العقلي والعلم النفسي. اللي يجي من طريق العقل هو هذا العلم اللي احنا ندارسه، يعني واحد يتعلم من واحد مدارس غيرها كذا، كله دراسه يعني علم واحد ينقله له. اكو علم ثاني، هذا علم يجي بالتقوى وحب الله والقرب الى الله، فالله سبحانه وتعالى يكشف للعبد هذه حقائق الوجود يعني وحقائق التوحيد. فشوف ادعيه الائمه عليهم السلام ايضا تذكر هذا الشيء، وحتى القرآن الكريم واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إذا تتقوا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعلمك ويجعل لك نورا تمشي به. احنا هذه الدنيا هسه مثلا القرآن الكريم تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، بس الدنيا هذا الظاهر ماذا، بس الباطن والحقيقة ما مكشوفة لنا. كلا لو كنتم تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني صعدك كشف الله حتى الجحيم يشوفها. هسا احنا هذا الكون نشوفه الظاهر، بس ايش كثر البواطن مثلا؟ هسه لو عندك تلسكوب مثلا نشوف الجراثيم، تحط الريسيفر تطلع لك الصور، الموبايل الذبذبات والصوت، لكن احنا ما نشوفها بس هي موجوده. وكذلك الملائكه، كذلك حقائق الاشياء، يعني تقول خلوق الصائم من
يعني يصوم، احنا ريحه نشمها مو حلوه، بس هو عند الملائكه اطيب من المسك، فعالم ثاني. الصلاه على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني عطب للملائكه بالحقيقه، بس احنا مثلا ما شمنا. بعض الناس يصلون للحقائق، يشوفون حقائق الاشياء، هذا الكون كله يسبح لله، يشوفون تسبيح الكون، احنا ما نشوفه. هسه على سبيل المثال، لو مثلا نقرا دعاء العارفين، الامام زين العابدين عليه السلام يذكر في مناجات العارفين، فمن يذكر هذه المناجات يقول: الهي فاجعلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم، واخذت لوعه محبتك بمجامع قلوبهم، فهم الى اوكار الافكار يؤون، وفي رياض القرب والمكاشفه يرتعون. يعني اكو مكاشفه، اكو الله سبحانه وتعالى يكشف حقائق الاشياء للناس. ومن حياض المحبه بكاس الملاطفه يكرعون، الى اخر الدعاء. دعاء اللي بشهر شعبان يقرا الامام، دعاء الامام علي عليه السلام، واهل البيت عليهم السلام يقولونه المروى عنهم: الهي هب لي كمال الانقطاع اليك، وانر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك، حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور، فتصل الى معدن العظمه، وتصير ارواحنا معلقه بك، والى اخر الدعاء. يعني اذا العلم مره يكون بالتعلم، ومره نور يقطفه الله في قلب من يحب. فاذا الانسان قرب الى الله بالفرائض وبالمستحبات، وابتعد عن المحارم، شلون الايه القرانيه يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون. هذا الرين يعني الذنوب يصير مثل شلون الزنجار على الشيء على الروح، فتحجب الحقيقه. فالانسان يصفي ويجلي نفسه من الذنوب، ويقيم الواجبات ويحليها بالفضائل اللي نيتها الله سبحانه وتعالى والاخلاص، فتنكشف له حقائق الاشياء. زين. يقول: ليس العلم بالتعلم، انما العلم نور يقطفها الله في قلب من يحب. مضمون الروايه. في قلب من يريد تبارك وتعالى ان يهديه. فان اردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقه العبوديه، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. قلت: يا شريف. قال: قل يا ابا عبد الله. قلت: يا ابا عبد الله عليه السلام، ما حقيقه العبوديه؟ قال: ثلاثه اشياء. اولا، ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لان العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله سبحانه وتعالى، يضعونه حيث امرهم الله به. يعني اول قضيه، الايه القرانيه الكريمه: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يعني هاي الاموال وهاي الامور اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها كلها تخويل، التخويل يعني فتره يروح من عندك. فالامام كان يقول: اول قضيه يكون هاي، تقول هاي اللي الله سبحانه وتعالى يعطيني اياها تخويل، يعني مو ملك صرف. فاذا صار تخويل ومو الك، فانت تتصرف به مثل ما يريد المالك. لان العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله سبحانه وتعالى، يضعونه حيث امرهم الله به. اثنين، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجمله اشتغاله في ما امره تعالى به ونهاه عنه. يعني ما يدبر شنو؟ يعني يكون الله سبحانه وتعالى، يكون كل هم الانسان هو مخلوق من الله فترة وراح يموت، الله سبحانه وتعالى أنزل قانون بهذا الأرض وهو العبد، فالمفروض المفروض كل تفكيره شلون يدبر وضعه، شلون يمشي على الطريق الإلهي اللي يريده من عنده. فمو يعني هو كأنه خارج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، ويفكر بعقله وشلون أنا أسوي هالشغلات، ويعني وعقله بعيد عن مرضات الله سبحانه وتعالى. لا، هو يعني مخول هاي الدنيا فترة محددة، حتى العين والإيد وهي كلها من الله، فكون جوارحه وما تملك لله سبحانه وتعالى، ويعمل بها كما يريد الله سبحانه وتعالى في الفقه والأخلاق والعقيدة اللي مرسومة له. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه،
وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الدنيا. يعني هسه حتى إذا صارت مصائب الدنيا، صار موت غيره كذا، فالإنسان اللي هو منقطع إلى الله سبحانه وتعالى ويشوف كل التدبير إلى الله، وهو الله سبحانه وتعالى الحكيم العليم اللي يحرك هذا الكون في مصلحة الناس، فأكيد راح يحمد الله وشكر على كل مصيبة على كل أمر، فما يضوج. بل هذا يعني شوفهم سعداء دول الناس اللي أهل الله ما يقولون. وإذا اشتغل العبد بما أمره تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المرأة يعني المجادلة والهوسة، يعني يثبت يعني يكون هو صاحب الحق، يعني شلون حتى إذا يعني يفرض رأيه، يعني مرة واحد نقاش مثلا يوصل للحقيقة ما بيش، ومرة لا يعني يصير مراء. المراء يعني نقاش، شلون عندك رأي يكون مشي على الطرف الآخر، فهذا الشيء الممنون. والمباهاة مع الناس، فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا، هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا، لأن احنا مشكلتنا هسه بالتكاثر. شلون القرآن الكريم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني مرة واحد عنده سيارة مثلا تكفي، مرة عنده بيت يكفي، مرة عنده ملبس يكفي، بس مرات شنو مثلا هي مو قصة يكفي، لا مثلا شوف المجتمع هذا عنده سيارة أنا لازم عنده سيارة مثله، هذا عنده لازم أنا أحسن عنده، هذا صار تكاثر مو للحاجة. فهاي المشكلة. الله سبحانه وتعالى من عندنا نكون ناخذ شراتنا قدر الحاجة، مو يعني مو تكاثر. يعني إذا صار التكاثر بعد لا فقير درت بالك عليه، ولا صار شيء زايد من الحياة، يعني ما يشبع الإنسان بعد لو شو ما نطيق. لأن شوف هذا مثلا سوى هالشيء اللي سوى مثلا، ذاك أكثر هم يسوى هكذا، ضجر كبر الدنيا من يموت. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلة، فهذا أول درجة التقى. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قلت يا أبا عبد الله أوصني، قال: أوصيك بتسعة أشياء. طولنا عليكم نحن نستعجل شوي، فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله. يعني هاي كل واحد شوي التفت له، يعني الإمام يوصيه ويقول له يعني مو بس لك، هاي لمريدي الطريق إلى الله، ولهذا العرفاء والعلماء يركزون على هاي الرواية. والله أسأل أن يوفقك لاستعماله. ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها. قال عنوان: ففرغت قلبي له، فقال: أما اللواتي في الرياضة فإياك أن تأكل ما لا تشتهي، فإنه يورث الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالا، وسم الله، واذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله. صلوا عليه. صل على محمد وآل محمد. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وأما اللواتي في الحلم، طبعا أكون ملاحظة سريعة، يعني الصوم به هواي غايات، ومن أهم الغايات لعلكم تتقون، القرآن يذكر لعلكم تتقون. فالتقوى شنو؟ التقوى الإنسان عنده غرائز ويركض ورا هاي الغرائز، يعني يريد يملي هاي الغرائز، الغضب، الشهوة، غيره كذا كذا. فكل هذه الامور يعني شلون احنا نصير عندنا اراده نقطع هذه الشغلات. فالصوم الله سبحانه وتعالى خلى تقريبا يعني من الليل تقريبا يعني كل لا تاكل لا تشرب لا كذا لا كذا، فشنو هذه الشهوات تقطعها. فلعلكم تتقون، يعني شنو معناته؟ احنا نعلمك نقطعك حتى على المباحات هذه اللي انت مش تشتهيها مثلا، حتى تروض نفسك وتعلم نفسك، حتى لعلها تتقي بعدين اذا اجى محارم تقدر تكب نفسك، يعني تقوي ارادتك. فبالنسبه للاكل احنا جبناها مثلا، فهو شهر رمضان يستحب واحد الفطور مثلا ياكل شيء بسيط. ليش؟ لانه اصلا هو الشهر رياضه حتى تركض نفسك،
منتك نفسك للليل نبتارد الفتح على يعني على مصراعيها يعني ما يصير يعني كان المفروض يعني واحد قدر الإمكانية طبعا بها صعوبة بس بقدر حتى ويا أهله مثلا تكون شيء بسيط يعني متنوع وكثير كذا لأنه واصل هذا الشهر حتى احنا نلتقي بأنفسنا إلى الملأ الأعلى إلى مصاف الملائكة يعني مو نضل يعني شلون همنا بالأكل والشراب وثنتن لشرابه وثنتن لنفسه وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرة فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة يعني شلون كان هذا حشيت فيش أسويها كذا 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 قل أنت حتى إذا تحكي علي أنا ما أرد عليك أنا ما أرد فيعني معناتها الإنسان يصير حليم وما يعني شلون إذا سفيه مثلا تكلم معاه أو تجاوز عليه أنا ما أرد عليه ومن شتمك فقل له إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي وإن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك هسا حتى إذا مو حرفياً بس قدر الإمكان يعني مضمون كون إحنا إنسان يصير حليم يعني كون مو أي سفيه أي إنسان يجاد لك أو يتجاوز عليك كلمة كذا كون ترد عليه وكون بعد صاع صاعين وكون كذا لا يعني العفو والتسامح والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإمام يوصف هالتعاليمات ومن وعدك بالخنا يعني الخيانة وفحش الكلام وغيره فعده بالنصيحة والدعاء وأما اللواتي في العلم فاسأل العلماء ما جهلت يعني دائما الإنسان يكون يبقى بطلب العلم من المهد إلى اللحد يعني ما يصير الإنسان يعني من تساوى يومه فهو مغبون فلازم احنا اليوم افضل من امس وباشر افضل من اليوم بزياده العلم والمعرفه يكون دائما تخلي واحد حيز من وقته لطلب العلم وفضل العلم عجيب يعني بالروايات فاسال العلماء ما جهلت واياك ان تسالهم تعنتا وتجربه واياك ان تعمل برايك شيئا وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد اليه سبيلا يعني الاحتياط دائما اذا قضيه بها شبهه كذا تجنبها يعني هاي القضيه ممكن بها حرام تجنبها هاي بها غيبه ما بها تجنب هاي الاكله بها شيء محرم لا قدر الامكان يعني يكون واحد يسلك طريق الاحتياط واهرب من الفتيا هربك من الاسد ولا تجعل رقبتك للناس جسرا يعني مرات واحد يصير طريق للناس يعني هاي ممكن بها تفاسير هواي يعني لا تجعل رقبتك جسرا للناس مره مثلا هذا اللي يحمل العلم وما يعمل به ويخبس وينطي للناس فالناس تمر عن طريقه وتروح للجنه توصل وهو يبقى مثلا ما عنده شيء ومره يعني تفاصيل كثيره يعني ممكن واحد يتامل بها واهرب من الفتيا هروبك من الاسد ولا تجعل رقبتك الناس جسرا قم عني يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ولا تفسد علي وردي فإني امرؤ ضنين بنفسي والسلام على من اتبع الهدى فإحنا نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين